على هامش المؤتمر العلمي الأول لقسم المكتبات والمعلومات التقيناه، فاصطحبنا بين ثنايا مؤلفاته وتراجمه الدكتور إبراهيم المهدوي صاحب كتاب حكاية مدينة بني غازي. كان لابد لنا في المستهل من أن نسأله عن حبيبته بني غازي. المرحوم البسيوني الله يرحمه، هذا كان عندنا لاعب كبير وضابط في القوات المسلحة. أثناء التحقيقات معه بعد ثورة القذافي، طبعا هو قال كلمة اللي هو بني غازي ربات الذائحين، وسموا فيها بالإغريقي بما معناه المدينة الحنونة، يعني اللي يجيها تقبله. للمهدوي أيضا تراجم ومؤلفات تربو عن الثلاثين، أشهرها الكتاب المثير للجدل سكان برقاء، وهو دراسة تاريخية وإثنوغرافية. سكان برقاء تم كتابته بناء على أوامر الحاكم الإيطالي اللي هو غرسياني، جاب هذا هنريكو دي غوستيني، هذا باحث وفي نفس الوقت عقيد جنرال هو، وطبعا يبي يكتب هذا الكتاب لخدمة الحكومة الإيطالية، كيف تتصرف مع هالناس قبائل وشيوخ. الأتراك تبعوه، طليان تبعوها، العهد السابق اللي هو عهد ثورة سبتمبر تبعوه. ولم يفتنا أيضا أن نسأل عن كتاب الأيام الأخيرة لمدينة بني غازي التركية الذي ترجمه المهدوي عام 2008، وهو مترجم عن كتاب لأحد مراسلي صحيفة كوريرا ديلا سيرا الإيطالية، ويصف حينها ضعف الدولة العثمانية. هذا الكتاب يتناول قضية واحدة اللي هو تسليم مدينة بنغازي بموافقة الحكومة التركية وانسحاب القوات التركية وترك الأهالي بدون سلاح وبدون أي معاونة، وخرجوا من ليبيا أو تركوا له. هذا المراسل جاي على أساس أنه ما فيش مقاومة، خلاص انتهت العملية حسب الاتفاقية أوشي لوزان. وقبل أن نودعه أهدانا أحد تراجمه المنقول عن الإيطالية مستقبل برقة من وجهة النظر الاقتصادية. خالد محمود، قناة 218 نيوز، طبرق.